السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نشوف واحد التغيير آخر أو لا واحد ستايل آخر ممكن أنا نأبليكيه على واحد المجموعة تاع لي ستيلين أو لا واحد لابلاج اللي هي مجموعة تاع لي ستيلين. نكتب أنا مثلا باغ إكزومبل واحد المجموعة تاع لا ليست العدد الياطوار باغ إكزومبل بهذا الشكل. طيب إذا أنا بغيت مثلا ندير واحد لوبسيون بسيطة على هادو، نسيليكسيون أولا هادي، ثم غادي نتوجه باش انا مثلا عندي هاد الاعداد مثلا 1 2 3 4، كل عدد يافش لي انا فهاد الجهه هادي بلاصه الزائد هادي واحد ليكون، مثلا ايكون تاع فغي او لا فو او لا اتسيتيرا. نسيليكسيون هاد لابارتي ثم نتوجه لميزون فورم ثم ندير جو ديكون. نستي مثلا هاد ليكون تاع بحال الشارج نديرها مثلا، تلاحظوا ان هاد ربعه نتاع المؤشرات الشارج تعتبرهم هو تحسب الصوم تاع هاد الاعداد هادو وتيشوف شكون هو الكبير فيهم وتعطي واحد البورسونتاج. اذا هاد الاعداد هادو تيمكنوني انا ندير واحد كونترول اكس ندير كونترول فينا. اذا هاد الرمز هذا ما هو الا مؤشر بسيط يعطيني واحد الرؤيه باش انا نعرف القيمه اللي كاينه في وسط هاد السيلين. نستيو مثلا ستايل اخر باش توضح الرؤيه، نعطيو باغ اكزومبل. اذا تلاحظوا انه هاد القيم الكبار اللي هي 7 و 98 عطاها لون اخضر، والقيم الاخرى اللي متوسطه ك 5 و 6 عطاها لون اصفر، والقيم اللي صغيره عطات لون احمر، والقيم اللي جات صغيره عطاها لون اسود. اولا بهذا الشكل هذا، اولا بهذا الشكل على حسب تيقول لنا بان هاد ستايل تعطينا بحال شكل شي فلاش. الا كان الفلاش هابط لتحت يعطينا واحد المؤشر بانه راه ديك الفالور صغيره، بينما الا كانت هابطه مايله لتحت تيقول لنا بحال قلتي في تنازل. نسيو مثلا بهذا الشكل هذا او لا بهذا الشكل او لا مثلا، هادو هما عباره على مؤشرات يمكنني انني يعطيني واحد النظره او لا واحد الرؤيه انطلاقا من النظره الاولى لهذا الشكل. نعطيو حنا على سبيل المثال النقاط باش توضح الرؤية من جديد. نعطيو حنا نعم. طيب تلاحظ انه هاد 15 و20 و 15 كذلك هي عبارة على قيم كبيرة وطالب واحد اللون اللي هو فيه كروة بحال شكل فغي خضراء، ودوك 14 و 9 و 12 هي قيم متوسطة عطالية بحال شكل علامة التعجب، ثم عندي القيم الأخرى اللي صغيرة كروا دار عليها كروا. إذا هادو واحد المجموعة تاع لي زوبسيون اللي تتمكنني باش أنا ندير واحد الكولور لواحد لواحد لابلاج نتاع واحد لي سيلين، وتيمكنني باش نستنتج أنا داك القيمة اللي كاينة انطلاقا من انطلاقا من داك ليكون اللي كان على جهة اليمين. وكان عند اوتر ريغل كيف ما تنقولوا دائما انها ممكن تعطيني نقاد واحد الريغل بلي افونسي شويه، نقول لي مثلا الا كانت كبر من هاد القيمه هاد الكولور اللي تدير، كانت صغر من هاد القيمه هاد الكولور اللي تدير اتسيتيرا. ممكن حنا مثلا نقولوا لي اللي كبر من 10 ديروا لنا بالخضر، واللي صغر من 10 ديروا لنا بالاحمر باش نعرف انا شكون اللي ناجح وشكون اللي صعب، انطلاقا من تحدد لي هاد اكبر او يساوي او لا اصغر، ونحدد الفالور وبنفس الطريقه ندير اوكي. اذا هذه الطريقه باش ندير انا واحد ليكون اللي هو تعتبر مؤشر نتاع هاد الاعداد اللي كاينه في وسط هاد السيلين. وغادي نكتفي بهذا القدر هذا حتى لدرس مقبل اخر ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.